8 اوت نهار 20 في رمضان، صحة شربتكم صحة فطوركم. سي الباجي نشوف فيك ثلاث لباس. يا سي حسان يا خويا، مالا ليلة حد عدات علينا، ليلة زرقة والحمام يدور، فبحيث رجعت لأيامات الشباب، شعب ينادي بالاستقلال والحرية وحاجة أنتيكة تعمل الكيف. صار أنت شاهدت في المظاهرة متاع 5 أوت سي الباجي؟ يا ولدي كيف العادة، مكر هنا أخاك لا بطل، هابط باش نشري شوية وذنين قاضي لولاد بنتي، ما فيه كان بهالشباب يجريو وكم شاقوبية وجادر مية ماكلين لهم قلبهم بالأعصاب. أنا واحد من الناس شوية لا ركحت فيها المتراك، غير لطف من ألطاف الله شفعت فيه هاك المغنية الفلسطينية، جات في الأعراضة يا أخي كلتها في بلاستي مسكينة. إيه شاعت أخبار على أن الفنانة الفلسطينية ريم البنا تعرضت للضرب في شارع الحبيب بورقيبة، لكن على يدين الشرطة التونسية، وما عادش عندنا جدرمية وقومية في تونس يا سي البيجي. في بالي يا سي حسن، ناقص كان أنت في الجوقة باش تعطيني دروس في التاريخ، لكن الواحد والله رجع للأيامات متاع الكفاح وتخلطت عليه الأمور، وبالأخص كيف هاك الطفلك لتريح تنبش القبول. لا عاد وشادة صحيح ما زالت تحب تغني في تونس. يا أخويا انسى مقواهم، كل هما الفلسطينيين مستنسين يأكلوا الأعصاب الباطل، توا لازم نستفادوا من خبرتهم. وكيف ما قال هاك الطفل البوكسور محمد علي كلاين تاع باب جديد، هام قالوا عملنا ثورة، فبحيث هابي وقتاش. على كل حال الشيخ عبد الفتاح مورو يتعرض لاعتداء بالعنف في القروان، والحادثة هذه خلت برشا ناس يتعاطفوا معاه ويستنكروا العمل الوحشي. ناك حمل أمامي نقول لك اللي الشيخ مورو جابها الروحو تياش ملزو، وهو في كل محضر يحضر، مرة في التأسيس يقعدو مش يولي وزير ويجبدو بيه ويخرج راسه مطبس، ومرة في مؤتمر النهضة يقعدو باش يولي غنوشي ويلعبو هالو ويخرج بيدي على راسه، وهو توا مشى في محاضرة الله أعلم باش وعدوه وخرج راسه محلول ضربة واحدة. بصراحة كلام في الصميم يا سي حمى. هي وشلي نصيحتك للشيخ مورو؟ كما قالت راضية، نصيحة في وظل الأطرش تنقص من العمر، اللي يحصل مرة طمع واللي يحصل مرتين ضبع، واللي كل مرة عاد يعدوه ويحصل هذاك ناك حمل أمامي نسميه مورو. الحاسيلو قداش الكلنا نشبه للشيخ مورو، ولينا عايشين فضيحة وماكلين تريحة، والمتعدي يقول لك ديجاج، وقبل الانتخابات يعملونا كت 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 نجيو كي دجاج يا ابو قلب. الرئيس التونسي المؤقت باعث الحمص المنصف المرزوقي، وفي بادرة شجاعة منه خرج بيان يدعو فيه الحكومة باش تكون في خدمة المواطنين، ويستنكر الاعتداءات على المواطنين العزل، ويدعو المعارضة باش تتوحد وتمثل بديل جدي للنظام وتحذر روحها باش تقود البلاد في الفترة الانتقالية. لا يا سي حسن ورحمة الله وبركاته، لا يا سي حسن ورحمة الله وبركاته، لا يا سي حسن ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله، باش تبصيوني علاش هكا؟ تراهم المستشارين بتاعي غلطوا، الكثرة وقلة البركة ديما فاضحيني بين الناس، هذاك تصريح يخص الوضع في سوريا يا أولادي يهديكم. الله 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 الله، سمحنا سمحنا سيد رئيس المؤقت بيعت الحمص، أي مسار سو شنو عندك مدخول فيما يخص الوضع في تونس؟ والله ماذا بيا ما تحرجنيش، والله ماذا بيا ما تحرجنيش، والله ماذا بيا ما تحرجنيش. ماك تعرف مسؤولياتي كرئيس تفرض عليا من باب التحفظ باش ما نتدخلش في الشؤون الداخلية متاع تونس. هي جات في الصلاح حتى هي مش ناقصتك. مركز نداء تونس قاعد يستقطب في برشا أعضاء بطريقة سريعة، وزاد في برشا مخرتين، ومعانا في المباشر سي الباجي قائد السبسي باش يعطينا الوصفة السحرية. أيوه، وبحيث يا حسن النداء قاعد يختم على روحه ويستعمل في طريقة 4-4 بوع لاستقطاب أكثر عدد ممكن من العباد، وماك تعرفني ديما بالسياسة والسيوسة ندخل حزبي الديناصور والناموسة، ماك تعرفني أقوى من العروي في الحكايات، فبحيث نلمنا عباد ونبدأ نحكي لهم في حكاية علي ولد السلطان حتى يهزهم النوم، ونجيب لوليد الأزهر العكرمي يلم لهم يديهم ويصحوا هما راقدين. فبحيث مذكاني يا حسن ديما لامين بي يرحمه كان يقول لي هكا. إيه وصحيح حكاية إبراهيم القصاص اللي ولا معكم؟ فبحيث الحكاية صحيحة يا حسن. يا إبراهيم
يا ديناصور إجاني عايش ولدي، عمك أحسن يسهل عليك. تاني إبراهيم القصاص، تاني الديناصور، تاني المطار، وش تقول باجي؟ وش تقول عرفي؟ حسن يسهل علي. تاني الحمد لله مدابني في نداء تونس، مدابني لباس وموري ستة كوع، وحتى من المجلس مش نخرج منه ونخليه لك معرزي. إن شاء الله ترديه صلد سبوت. ديجا هاني بديت نتعلم ونتكتك وعملت هبطة المسير ورحمت على الزعيم ونطبق في التعليمات. ونحب نقول راني فرحان فرحان على الأقل عارف المرة هذه بجنبي مش كما قبل نبدأ نستنى فيه حتى يكونكتي. أي ربي سهل، وكيف ما قال زميلنا متاع الرياضة باش يجينا عام انتخابي، أوه نار يا حبيبي نار. النازا نظمت رحلة علمية باستعمال روبوات على كوكب مارس لغاية اكتشاف أي شكل من أشكال الحياة أو شكل من أشكال الذكاء. إيه وإن شاء الله في الرحلة الجاية يجيوا ينورونا في تونس، علاش لا؟ كانك عذكاء هانا احنا زادة ما زلنا نلوجو. بعد اللي كان معانا سي رفيق عبد السلام عبر الهاتف يسأل، قال لك بعد مارس وقتاش نعملوا رحلة، الأفريل ولا مي؟ الراجل فاضي شغل ويحب السفر برشا. على كل حال هات نشوفوا خبير اخر. كم في الرائد الرسمي نشر الشهري متاع نواب المجلس التأسيسي، جميع النواب ما عدا مصطفى بن جعفر. سي مصطفى تي مش خليناك تدافع على الشفافية؟ شفافية بالله ياكا بربي يسكت عليا يا حسن. يا اخي تحب تكعبرهالي مع الفيزيك ولا شنو يا سيدي؟ وراس محرزيه لو كان يهد عليا نهار، حتى المطرقه نتاعي لما يفكهالي يا ولا البنكاجي نتاعي بجاه ربي. يا من اللي سمع بيا شديت بلاصه المبزع وهو كل يوم خرار مرار على الدار وبرا عاد، كان ملقانيش يعمل معايا اوفر ايليميتي في الليل بلا مرة، حتى كي يكلموني راشد ولا حمادي يلقاوني اوكيبي. ماهوش معقول بصراحه. اي وتحبني بعد هذا الكل نقول لكم قداش نخلص؟ ها من غير ما نحكي لكم عاد على المراه والصغار اللي باش يعريوا لي راسي تعقاب عمري انا نكسب وانتم تحسبولي. وكانك على الشفافيه، احنا توا في رمضان وغض البصر واجب يا سيد. وهكا نقولوا خلطنا لنهايه حصتنا. ايا انستو وباقيكم على خير. برشا ضحك وتمار في دار الوزير بعد شويه على نسمه.